بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب فيه النفع والفائدة للجميع، وأن يكون سببا في بلوغنا أفضل المقامات وأعلى الدرجات، إنه سبحانه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. ولا زال حديثنا موصولا في ذكر جملة من الموضوعات التي تمس إلى معرفتها الحاجة، وخاصة في مثل هذه الأجواء الإيمانية وهذه الليالي الشريفة والأيام الفاضلة. نستضيف من خلال برنامجكم شذرات فضيلة الأستاذ الدكتور عادل مطيرات، فنرحب به في بداية هذا اللقاء، فأهلا وسهلا. مرحبا بك أخوي دكتور خالد، رحب بك وأخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، حياكم الله وبياكم. وكما درجنا في هذا البرنامج، نسلط الضوء على إحدى هذه الموضوعات التي أو أحد هذه الموضوعات التي تكون سببا في سعادة العبد في الدنيا والآخرة. وفي حديثنا في هذا اللقاء سنتكلم عن أمر مهم، وهو نسيان الماضي وترك أيضا التفكير في المستقبل، أي الاهتمام له، لأن التفكير فيما مضى يجلب الحزن على صاحبه، لأن التفكير في الماضي يجعل الإنسان في حزن وربما يلوم نفسه لماذا لم أفعل كذا أو فاتني كذا أو، وأيضا اهتمامه بالمستقبل في تحصيله والتفكير فيه قد يجعله يخاف يتخوف، خاصة الذي يخاف من مثلا فقدان مال أو فقدان ولد أو فقدان كذا، وخاصة عند كثير من النساء تفكر أولادي هؤلاء أخاف عليهم مثلا إذا خرجوا، أخاف عليهم ولا أطمئن حتى يرجعوا، وهذا تخوف لا داعي له، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحافظ، وربما تعيش في همها وغمها أو حزنها مدة طويلة دون أن يحصل شيء. ف ما هو يعني كما قيل، لو سلطنا الضوء ابتداء على أسباب هذا الهم وهذا الحزن، فتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. فعلا أخوي دكتور خالد، هذه قضية مهمة جدا، وكثير من الناس في الحقيقة يجلب الهم والحزن لنفسه. والإنسان ينبغي أن يعيش ابن يومه، فيقول علماء التفكير في الماضي، مشاكل الماضي، مآسي الماضي يجلب الحزن. نعم. الخوف من المستقبل يجلب الهم، فذاك يعيش بين خوف يجلب هما ويعيش بين الحزن. والله عز وجل ذكر أن في الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. أهل الجنة لأنهم لا يفكرون في الماضي ولا يخافون من المستقبل، مطمئنين. فهذا في الحقيقة يعتبر مرض من الأمراض، مرض الهم والحزن، وله أسباب كثيرة. منها أول هذه الأسباب الغفلة عن الغاية من الخلق. نعم. طيب أنت لماذا خلقت؟ لو سألنا إنسان أنت لماذا مخلوق؟ نعم. مخلوق لطاعة الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا غفل الإنسان عن هذه الغاية، يعني لم يأتي في بالي هذه الغاية، ماذا يحصل؟ سيتعب كثيرا، أي مشكلة بسيطة يغتم ويحزن ويفكر في الماضي في المستقبل ماذا سيحصل. يعني من الأمور في الحقيقة المضحكة أن رجلا كان يبكي، رجل كبير في السن يبكي، فظن بعض الناس أنه يمكن فقد ولد أو خسر تجارة. قال ماذا بك؟ قال أفكر في ابني، ابني الآن في الابتدائي، إذا خرج تخرج من الثانوية أين يذهب وأين يشتغل وكذا. سبحان الله، شيء غريب يعني. وهذا يجلب لنفسه هم. صحيح. فإذا إذا 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 عرف بأن الغاية من الخلق هي عبادة الله عز وجل، يربي أبنائه، وأما المستقبل بيد من؟ بيد الله عز وجل. فالإنسان يركن إلى 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 ركن عظيم وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا علمت بأن المستقبل بيد الله عز وجل اطمئن، وإذا علمت بأن الماضي أصلاً التفكير فيه لا يفيد شيئاً. نعم، ونقف عند الماضي ونأخذ هذا الفاصل ثم نواصل.
أهلا وسهلا بكم من جديد وعودة إلى برنامجكم شذرات. وفي حديثنا مع الدكتور عادل مطيرات الذي بين أن من أسباب السعادة أن يترك الإنسان التفكير في الماضي الذي يجلب الحزن، وكذلك يترك التفكير أو الاهتمام أو الخوف من المستقبل الذي يجلب الهم. وعرفنا الحديث عن الخوف من المستقبل، ولكن ماذا عن الحزن الذي يكون بسبب التفكير في الماضي؟ يعني هذه من الأمور الغريبة والعجيبة، يعني لو فكر الإنسان أنه لا فائدة من التفكير في الماضي لا راح قلبه، فتجد الإنسان يعني أموره كما يقال طيبة، عنده زوجة وعنده أبناء وعنده كذا ويصلي أموره طيبة، وتجد دائما حزين. لماذا؟ يفكر في مشاكله في الماضي، مشكلة حصلت مع زوجته يفكر فيها مع أن المشكلة انتهت. يعني هذا يعني أمر غريب، مشكلة بينه وبين جاره يفكر فيها، مشكلة في العمل بينه وبين المدير يفكر فيها، طيب ما الفائدة؟ في الحقيقة الذي يفكر في الماضي، طبعا لو فكر في الماضي بالأمور الطيبة لكن أمر طيب، لكن يفكر في المآسي والمشاكل، فهذا يجلب له شيء من الحزن. ولذلك نقول ينبغي الإنسان إذا أراد أن يتخلص من الهم والحزن، أولا أن يعرف أنه خلق لأمر عظيم وهو طاعة الله عز وجل، كما قيل قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. ثانيا أن يبتعد عن العزلة، الذي يعتزل ويجلس مع نفسه كثيرا طبعا في غير طاعة الله عز وجل يأتيه الشيطان، تأتيه الوساوس لكن إذا كان يشغل وقته، ينظم وقته، وقت للصلاة، وقت لبر الوالدين، وقت للعمل، وقت للعب مباح، وقت للزيارة، يعني يشغل وقته، فإذا جاء وقت النوم ينام وهو مرتاح. لكن الذي يجلس مع نفسه يفكر لماذا حصل كذا ولماذا حصل كذا، فهو يجلب بنفسه إيش؟ الحزن والهم. صحيح. ولعل نقف هنا عند هذه المسألة، يعني بصراحة أنا مرة طلعت على مقطع أو كذا أو دراسة تتحدث عن أسباب السعادة، فذكرت أشياء كثيرة، لكن أغلب الناس وجدوا أن السعادة في إقامة علاقات جيدة مع الآخرين. فالإنسان يكون دائما علاقته طيبة مع الآخرين، فهذه من أهم أسباب السعادة، طبعا بعد أداء الفرائض والواجبات وكذا، ولكن العلاقة الطيبة مع الآخرين تجعل الإنسان سعيدا. فمثل ما تفضلت، لا يجعل نفسه في عزلة وفي فراغ ولا يزور أهله أو والديه أو كذا، فالفراغ هذا هو الذي يجلب له الوساوس والهموم. وحسن الظن بالله عز وجل، يعني أنت الآن جالس وتفكر ماذا سيحصل بعد سنة، طيب ما الفائدة؟ التخطيط للمستقبل أمر طيب، حتى يعني يكون الكلام واضح، التخطيط للمستقبل أمر طيب، لا نعني أن الإنسان لا يخطط لمستقبله، لا يخطط وينظم، لكن ماذا سيحصل في المستقبل؟ لابد تحسن الظن بالله عز وجل، تبذل الأسباب وسوفقنا الله عز وجل. أما بعض الناس يجلس، إذا تخرجت هل سأقبل بجامعة أو لا أقبل؟ إذا قبلت في الجامعة أنجح أو لا أنجح؟ إذا تخرجت من الجامعة أجد وظيفة أو لا أجد وظيفة؟ إذا أتزوج أو لا تزوج؟ إذا تزوجت أجلب هل سأكون سعيدا ولا لا؟ هل هذا شيء متعب، هذا شيء متعب، يتعب صحيح. النفس ويصيب الإنسان، يكون الإنسان دائما مهموم. إنما سلم أمرك لله عز وجل، الله سبحانه وتعالى أحسن الظن به، سيوفقني، سييسر أمري، سيرزقني الولد والسعادة في حياتي الزوجية، وأيضا سأكون موفقا في وظيفتي أو في تجارتي أو كذا، والله سبحانه وتعالى سيبارك. لا شك الموضوع هذا مهم جدا، ولعلنا نتطرق له أيضا في لقاءات الأخرى، ولكن أدركنا الوقت. في ختام هذه الحلقة نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور عادل المطيرات، ولكم أيضا على حسن متابعتكم، على أمل لقائي بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.